قال أبو عقيل عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثعلبة. أبو عقيل عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثعلبة رضي الله عنه قال: شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا، هذا الصحابي الجليل وهو أبو عقيل، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي في بيان مكانته وفي الاقتداء به أنه رجل مقاتل مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه عبادة من أعظم العبادات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح الجامع من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في وسط الحديث: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وفي لفظ أو في ضبط وذروة سنامه، قلت بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام. الأمر يعني الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أعلى من أعلى العبادات الجهاد، أي في سبيل الله تعالى. وقد قال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أن يخرج العبد من بيته وأن يرفع سلاحه وأن يقاتل خلف إمام، خلف حاكم، وأن يكون القتال قتالا شرعيا، وأن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله، وأن يكون مخلصا لله تعالى، وأن يكون مقبلا غير مدبر. فإذا مات أو قتل على هذا الأمر أو على هذا الحال فهو من الشهداء، وإن كتب الله له الحياة فإنه ينال الأجر العظيم بجهاده هذا. قتل أبو عقيل رضي الله عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة في يوم اليمامة، قتل شهيدا رضي الله عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله عن جعفر بن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من جرح أبو عقيل، هو أول من جرح، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل. هذا السهم أصابه من جهة الشمال، لكن يعني لم تكن في مقتل، لم تكن يعني مواجهة القلب مباشرة، وإنما هي فوق أو في اتجاه الأعلى حتى أصابت يده وعطل بسببها. قال: فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار وجر إلى الرحل. الشق الأيسر ده كله تعب، بعد ذاك جروه رضي الله عنه، وشوف الحصل، وده يا جماعة نستفيد منه فائدة. الموقف الذي سيذكر يدل على صبر هؤلاء الصحابة وعلى شجاعتهم وعلى بسالتهم وعلى صمودهم وعلى قوتهم في الحق وعلى المضي في العزائم. أنا يا جماعة في زول بيعزم يعمل له عمل خير، لكن للأسف الشديد أول ما يبتلى فإنه يتراجع، يقول لك أنا دار أحفظ القرآن، يعدي شهر يحفظ كويس، بعد شهر
يقول لك يا أخي والله زهجت ذاته وتعبت وخليت الشغل. أنت ما تزهج يا زول، ده خير، تصبر. يقول لك أنا دار أحفظ صحيح البخاري، أحفظنا 100 حديث ولا 200، بعد شوية يفتر بديت الشيء تتم طوال، مش بديت القرآن، ده خير كثير جدا، تتم للنهاية، تتم الحفظ وتحتسب الأجر وتدعو الله سبحانه وتعالى يوفقك، وهكذا تحفظ السنة وتتعلم وتصبر. تبدأ الدعوة مش أسبوع أسبوعين تبتلى تخليها، تواصل إلى الموت. شو الصحابة ديل بيواصلوا في الخير للموت. قال جعفر ابن عبد الله ابن أسلم: فلما حمي القتال وانهزم المسلمون، أي في بداية الأمر، في بداية الأمر، ثم انتصر المسلمون في نهاية الأمر، وقتل مسيلمة الكذاب، وجعل الله العز والفوز والظفر لهؤلاء الصحابة الشجعان. طيب، قال: فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم، أي في بداية الأمر، وأبو عقيل واهن من جرحه، يتألم من جرحه وقد ضعف من جرحه، شوف الحصل شنو، سمع معن ابن عدي رضي الله عنه يصيح، يرفع صوته ويقول: يا للأنصار، يعني ينادي الأنصار أن يكروا الكرة على مسيلمة ومن معه من أعداء الله تعالى. قال: يا للأنصار، الله الله والكر على عدوكم. قال عبد الله بن عمر، أي ابن الخطاب رضي الله عنه: فناهض أبو عقيل يريد قومه، وهو شنو؟ معوق مجروح، يريد قومه. فقلت، عبد الله بن عمر تكلم مع أبي عقيل، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ يعني ما في طريقة أنت شنو؟ تقاتل لأنه أنت مضروب. قال أبو عقيل رضي الله عنه: قد نوه المنادي باسمي. المنادي ده ما نادانا، وناداني أنا معاون. قال ابن عمر: فقلت له: إنما يقول يا للأنصار، لا يعني الجرحى. قال أبو عقيل: أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي يا للأنصار كرة كيوم حنين، فاجتمعوا رحمكم الله جميعا، بنادي في قومه كرة كيوم حنين، فاجتمعوا جميعا رحمكم الله، ادعوا لهم بالرحمة، رحمكم الله جميعا. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه: حتى أقحموا عدوهم الحديقة، لحد ما دخلوا مع العدو شنو جوا الحديقة. الصحابة ديل ما شجعان، حديقة الموت دي حقة مسيلمة والحصن حقه. الصحابة لما انهاجوا وتدافعوا واجتمعوا اقتحموا الحديقة لحد ما خشوا على شنو مسيلمة، بعد أن فتح باب الحصن. طيب، فتحه البراء رضي الله عنه. قال: فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم، السيوف بقت شنو شغالة. قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب، قطعوها طق، فوقعت إلى الأرض من الجراح، اليد وقعت، وهو أيضا وقع أبو عقيل رضي الله عنه. قال: وبه من الجراح 14 جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل. أي جرح من 14، الواحد براه بيقتل الزول، سبب للقتل. قال: وقتل عدو الله مسيلمة،
مسيلمة شنو؟ اتقتل، رماه وحشي رضي الله عنه، رماه فأصابه في صدره، ثم جاء أبو دجانة خرشة رضي الله عنه، سماك بن خرشة رضي الله عنه، فضرب مسيلمة فوقع ميتا. وكان مسيلمة رجلا طويلا عدو الله. قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، خلاص في الموت، فقلت: يا أبا عقيل. قال: لبيك، بلسان متلاهف، لمن الدبر أو الدبر؟ أها قال لي: والسبت منو، والفاز منو، والخسر منو، وخلاص في آخر رمق. قال ابن عمر: قلت: أبشر، قد قتل عدو الله. فرفع إصبعه إلى السماء، ده أبو عقيل خلاص آخر رمق. قال: فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله، بيحمد في الله إلى أن مات رحمه الله. 14 ضربة، وأي ضربة؟ في مقتل، وقعت في مقتل. وبعد ده لما وروه قال له: عدو الله سبحانه وتعالى، عدو الله مسيلمة قتل، فرح ورفع إصبعه إلى السماء وحمد الله سبحانه وتعالى. شوف الناس زي شجعان كيف بيحمد الله خلاص في الموت. قال ابن عمر: فأخبرت عمر بعد أن قدمت، أخبرت أبي عمر خبره كله، أي أخبرته الخبر كله. فقال رحمه الله ثم أثنى عليه خيرا رضي الله عن الجميع. فذا جماعة صحابي من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عقيل. نستفيد من قصته فوائد، منها الثبات على الحق والمضي في العزائم إلى الموت. بيصلي الضحى ما تصلي أسبوعين ثلاثة وتقيف، تصلي للموت. دار تحفظ قرآن تحفظ للنهاية، وتراجع وتكرر وتثبت. دار تتعلم تواصل في الدرس، لما نزول المدرس اختم الكتاب ولا يخلي الدرس يمشي، لكن أسبوعين ثلاثة وبالمزاج، وبسبب الغداء تفوت الدرس، وبسبب اللبن تفوت العلم، معقولة؟ زول يثبت على الخير إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى.